فاضل محمد شرقاوي التعقيبات الاخيره. احنا بدأنا حق في التعقيبات عليهم كلهم مع بعض. لا برضه استاذ كلمه انا الحقيقه ماليش كلمه، لكن انا حاسس ان يعني انا بشرف طبعا بان انا حضرت الدكتور امير ومنصه كريمه وكتب الزملاء الاعزاء، لكن انا شايف بصراحه يعني خرجت عن الموضوع جدا، والحديث عن الدكتور امير واعماله الادبيه، واتكلمنا عن فروع كثيره جدا خدت مننا ثلاث ارباع، وهذا لا يجوز ابدا ولا بد ان ناخذ في الاعتبار. الندوه بتقام لايه؟ ومين اللي هنتحدث عنه؟ هنتحدث عن اعماله من الافضل، يعني الافضل كان الدكتور امير كان تحدث عن الروايه بتاعته او احدى رواياته، وهو اديب وله كتب كثيره، وانا الحقيقه اول مره اشرف بان انا اتعرف عليه. فالحقيقه المفروض يعني اتعرف عليه اكثر، اتعرف عليه من خلال اعماله. يعني احنا عارفين ان في اطباء وفي مهندسين ادباء. انا السؤال اللي انا عايز اساله واسيب لحضراتكم ان كنتم تجاوبوا عليه، ما الفرق بين الثقافه والعلم؟ لان حضرتك طبيب، هناك ثقافه وهناك علم. انا عايز اعرف كيف نفرق بين الثقافه والعلم. ثانيا عايز اقول لحضرتك يا استاذ معتز ان النقد لابد ان ياتي بعد الابداع، يعني اصلا هنقد ايه؟ الا اذا كان في حاجه موجوده. ثم التصحيحات الإملائية والأخطاء الإملائية إحنا نستطيع أن نتلاشاها خالص، لأن يكون في لنا يعني أحباء وأصدقاء، يعني اختار صديقك كما قال الأخ الكريم، يعني أصدقاء كثير في اللغة والأداء نستطيع أن ثم في حتة بس عايز أقول عليها، إن يعني دور النشر يا جماعة لابد أن تكون يعني قصور الثقافة أو مجموعة من قصور الثقافة اللي هي تعمل ضمن النشر تجتمع مع بعضها من خلال الاشتراكات الموجودة. ثانيا علينا أن نهتم في كتابنا بالشباب، إحنا مش هنكتب عن قضايا يعني تحدثنا عنها كثيرا ولا نأتي بحلول لها، ولكن إحنا عايزين نخاطب الشباب أكثر وأكثر وأكثر وننزل الى مستواهم ان استطعنا بذلك، نستطيع بلغه عربيه سهله. وشكرا. يا استاذ محمد الشرقاوي تعالى قرب انا عايز اقول ان الكلام سهل جدا في التطبيق. المفروض اخطاء الباقيه المفروض كل دول مصر يبقى فيها مراجع متخصص، يعني يكون زي ما يقولوا كده استاذ متمكن في اللغه العربيه يراجع، لان حتى لا يجيبه بيكتب. يعني انا مثلا لو انا بكتب قصيده احيانا بكتب عشان بدل ما بقول بكتب الخط العربي يعني التنوين اعمله نون يعني الخط العربي بعد كده وانا براجع بقى ممكن تفوت عليا واحده منهم ان انا كتبتها. فهو المفروض يبقى دور النشر فيه مراجع ممكن تخصص اللغه العربيه او اللغه اللي هي بينفع بس كما يتكلم. انا عايز اقول ان في رقعه عالميه متخصصه في الادب الجيد المرتدي، كل ادب بعيد عن الاسلام ويتفق مع القيم والمبادئ اللي جاء بها كتب سماويه ولطريق بالمجتمعات العربيه والمسلمه، كل ادب هذا يدخل في نطاق الرابطه الاسلاميه. مش معنى كده احنا نقول لا تكون قصيده دينيه عن العيد ولا عن رمضان ولا عن مولد النبي ولا عن الرسول، ده انا اطلاقا اتكلم عن اي حاجه، عن الام عن الربيع عن الحياه عن بلاد راسك عن اي حاجه. المهم انك انت بتكتب شيء ليس فيه اتزان او ليس فيه يعني ما يتعارض مع الايه؟ مع قيم المجتمع اللي انت عايش فيه ومع قيم الدينيه. ده نظره الرابطه والعلمك يعني الاستاذ اللي قال ان يعني ازاي توصلوا للناس، لا انا يعني تكون فخر ان ليا 10 نصوص مقرره في قوائم التعليم في مناهج التعليم في اللغه العربيه وبعض باكستان والهند وليها قصائد مقرره في مؤسسه المدارس العالميه، ويمكن حتى اطلع لك على العيال اللي هم بيقروا بنص من الموبايل من الكتاب. فاذا احنا يعني بنعمل ايه؟ يعني انا اجيب اثنين ناس مثلا 200 واحد
معلوم بقيل بين ناس قرايب العافية شبه احنا بنعرف وسيلة التواصل الاجتماعي هي الفيس والحاجات دي زي ما ليها مخاطرها ليها فوائدها لأن تنشر عليها ويشوفك ملايين الناس بتقراها مش أكتر من كتاب الورق اللي هو محدد في المستقبل